بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم الجديد، برنامج إرادة جيل. برنامج إرادة جيل على قناة الصحة والجمال. برنامج إرادة جيل هو برنامج شامل، سياسي، اقتصادي، رياضي، فني. برنامج إرادة جيل نتحدث فيه عن أهم الإنجازات وكيف نجحت القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع التعامل مع الأزمات، وكيف تعاملت وما زال تتعامل مع الصعوبات والتحديات داخليا وخارجيا. سنسلط الضوء على الإنجازات ونساعد القيادة بأفكار جديدة من خلال متخصصون في جميع المجالات، نفكر سويا حتى نصل إلى الأفضل. 6 سنوات مضت من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بين الأزمات والإنجازات، أزمات شديدة في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واختبارات عصيبة، أزمات مرت تفوق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأزمات تسعى القيادة السياسية في حلها، وأزمات تحت الدراسة، ومطالب شعب ما زالت مستمرة جاءت من إهمال سنوات مضت. هنا إنجازات، نتحدث عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي. إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد لها التاريخ. مشروعات عملاقة، إصلاحات شاملة في جميع مؤسسات الدولة والبنية الأساسية، تطوير في الصحة والتعليم والطرق والكباري والزراعة والصناعة، اقتصاد يتعافى، شعب عظيم يقف خلف قيادة عظيمة. اليوم وفي أولى حلقات وانطلاقة برنامج إرادة الجيل على قناة الصحة والجمال، برنامج إرادة الجيل، إرادة الجيل إرادة يتمناها الشعب، إرادة جيل نحو الإصلاح، إرادة جيل أحلام وطموحات الشباب، إرادة جيل نحو الإزدهار وبناء مصر الحديثة، إرادة جيل وطموحات شعب يحملها بإذن الله الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. نعم، إنها إرادة جيل، حب البلد يجمعنا مع رزق مبروك. والآن نخرج لتقرير مع الزميل أشرف غنيم نحو إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأراء الشعب المصري في هذه الإنجازات، وسيكون معنا إن شاء الله بعد التقرير السيد اللواء الدكتور أحمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربية السابق، فانتظرونا. أزمات وظروف عصيبة عاشها المصريين أثناء حكم الإخوان المسلمين. كل الشعب المصري عانى معاناة كبيرة في مختلف قطاعات الدولة، كان في خلل كبير موجود. الرئيس السيسي نهض بالدولة المصرية، إنجازات على أرض الواقع ملموسة في الصحة والتعليم والإسكان، حياة كمان أو أوليات الرئيس حياة تليق بالمواطن المصري البسيط. كاميرا إرادة الجيل هتتحرك النهاردة في البراجيل، هنكون مع الناس وبين الناس، نتكلم معاهم وتكلموا معانا، هنحكي مع بعض أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تابعوني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. زي لو حبينا نوجه كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي بعد 7 سنين من الإنجازات، نقول له إيه؟ والله نقول له متشكرين على كل حاجة أنت عملتها، وأنت عملت حاجات كويسة للبلد، وأنت فخر لينا، وده حاجات كويسة اتعملت كتير قوي في مصر. والله هو عمل إنجازات كتير في البلد، الكباري اللي عملها والفلوس اللي عملها للناس اللي ما لهاش مثلا، مش موظفين، وعمل انجازات في البلد كتير قوي. لكن هو الانجازات اللي عملها ديك ان هو كان يدي القرار يقول لهم مثلا ايه، انا عايز الحاجه دي تخلص في سنتين، لا انا عايزهم في سنتين من ورا.
فكان بيتنفس كل حاجة. دوره مع الشباب اللي زي واللي زي مع محمد زي مع الشباب كلها اللي واقف معانا الحمد لله واقفة كويسة. فأنا بستغل البرنامج ده وحضرتك اللي أنا أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللي هو بيعمله معانا والإنجازات اللي هو عملها في مصر يعني. والله الحمد لله احنا عايشين في استقرار على الأول أيام الثورة وكده، فأنا ما كنتش بفتح بصراحة، فدلوقتي الحمد لله الدنيا أحسن بالأول وبخير والحمد لله أحسن من غيرنا. احنا ما اتلناش زيه، احنا كنا رايحين خالص وهو اللي وقفنا على حيلنا ووقف بلدنا وكل حاجة. نورت مصر وشرفت مصر بالطرق اللي انت عاملها، بالمشاريع اللي انت عاملها، بحفاظك على الصحة، بحفاظك على الست المحترمة في مصر من جيت عمليات السدج ومن جيت المستشفيات والوقاية الصحية في مصر كلها. عمل حاجات ما فيش حد عملها، وبصراحة عمل اللي ممكن يتعمل في 50 سنة عمله هو في 5-6 سنين أو 7 سنين. الله يبارك لك وربنا يبارك لنا فيك، لأن أنت طهرت البلد ونظفت البلد ورجعت الأمن والأمان في البلد، وقضيت على كل الإرهابيين وكل الناس الخونة والناس اللي أصلاً بيخربوا. يعني أقول له إن أنا بشكره على الحاجات اللي إحنا فيها، المشروعات والحاجات اللي هو عملها، وأهم حاجة من كل ده الأمن والأمان اللي بتعيشه مصر، إن فعلاً مصر هتفضل على مر السنين هي بلد الأمن والأمان. احنا ما زلنا لسه في قريه البراجيل بنتكلم مع الناس ونقابل الناس وهنكون مع الناس نحكي معاهم ونتكلم عن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شايف يا حاج ازاي انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ تحب تقول له ايه؟ بالنسبه للانجازات اللي عملها سياده الرئيس السيسي دي كان بقالها المفروض كانت اتعملت من سنين عدت. البنيه الاساسيه دي توصل للناس كلها لبعضها في 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 اوام اوام، فهي اتعملت الوقت، فيعني يعني يشكر. وهو بصراحه من ساعه ما مسك ليل ونهار، بالنسبه ليل ونهار سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مش مبطل شغل. مشكوره على الامان اللي احنا فيه والانجازات اللي عملها. انجازات اتعملت من 60 سنه ما اتعملتش في الدوله، طرق، كباري، مترو انفاق، تسليح جيش، تسليح شرطه، معاشات للناس اللي ماتت من الجيش ومن الشرطه، والبلد مستقرة والحمد لله. فعلا اللي بيحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحبه اللي هو شايفه من إخلاصه ومجهوده اللي بيبذله ليل ونهار. أنا ما شفتش رئيس جمهورية أنا متهيألي ما بينامش. الله الله يبارك له في اللي هو عمله معانا، غير كده إدى أمان للبلد دي، غير كده حسسنا إن إحنا لينا قيمة في البلد بره، لأن أنا كنت مسافرة في ساعة الرئيس اللي فاتت ما كانش لينا قيمة، فهو خلانا لينا قيمة. حتى كمان الاختيار في اي حاجه هو يعني اداه ودود، راجل بمعنى الكلمه، راجل حقاني. طرق وكباري ودوله، عمل دوله جديده، والراجل بيعمل حاجات ما بينامش ليل ولا نهار، وربنا يسترها معاه ويكفينا شر الاعداء اللي ضدنا داخلا وخارجا وداخلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الفول. عرب بيك؟ الأخ حسن أحمد أمير على عمره. حاج دلوقتي احنا لو حبينا نتكلم عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي من 7 سنين من تولي الحكم، تقول له إيه؟ من ولا أحلى إنجازات عملها لنا، عملنا طرق وعملنا معاشات والدنيا حلوة يعني. تمام يعني الحمد لله العملية تمام. بحيا حضرتكم مرة أخرى. ونرجع إن شاء الله تاني للاستوديو ومعنا سيادة اللواء أحمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربية سابقا. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور معليك. الحمد لله كله تمام. الحمد لله. شايف إيه من وجهة نظر حضرتك إن الشعب المصري اختياره للرئيس عبد الفتاح السيسي، بل مش اختيار فقط، بل إصراره على استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل التقدير والتحية للدكتور ريد، وأنا سعيد النهاردة أكون في أول حلقة لبرنامج حضرتك القيم. والحقيقة بشكر القناة، قناة الصحة والجمال، اللي متنوعة البرامج ومتنوعة المشاهدين، ودي حاجة جميلة من سماتها إن هي بتغير دايما في الأفكار والرؤى العامة. النهاردة احنا بنحتفل الحقيقة في ذكرى عطرة، ذكرى طيبة، ذكرى جمعت ما بين إرادة الشعب وما بين إرادة الشعب مرة أخرى. في إيه؟
إرادة الشعب في التغيير، والتغيير جاء على حساب بعض من الشهداء، بعض من أبناء الوطن، رحم الله شهداء الوطن جميعا وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم الصبر والسلوان، اللي ضحوا في سبيل استعادة بلدهم من الأحداث اللي تمت خلال الفترة من ثورة 25 يناير وحتى 30 يونيو، الثورة المجيدة اللي كانت إرادة شعب، إرادة حققها وحماها جيش مصر العظيم. الإرادة الشعبية كان واجب على قوات المسلحة أن تحميها، لأن دي من معتقداتها الأساسية ومن الحاجة الأساسية أن هو يحمي الشرعية الدستورية اللي بيجيبها الشعب. فكانت النتائج ثورة عظيمة في 30 يونيو، بدأنا في 2013 بنحتفل اليومين دول بالذكرى السابعة ليها. بفترة المرحلة الانتقالية تمت ومرت، وكان خلالها السيد رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي في وقتها وزيرا للدفاع، وأدار المجلس الأعلى بالأسلوب الذي يعطي فرصة بداية تحقيق الديمقراطية، تحقيق أمال الشعب، تحقيق وحدته الوطنية، تحقيق التماسك، تحقيق الانهيار اللي حصل في خلال سنتين أو ثلاثة من حكم جماعة كانت تحكم بالمغالبة وليس بالمشاركة. جماعة كانت تريد لهذا الوطن التفكك، جماعة لهذا كانت تريد أن تنفذ أجندة الآخرين باسمهم، وفي الآخر يعملوا زي ما عملوا مع بعض الناس، وأداة أنتوا أداة، أداة منفذة، ولما بتخلص الأداة بتترمي في الزبالة، بتترمي في البحر. ولكن بحكمة شعبنا وقياداته ومؤسساته الوطنية، احنا زي ما بقول ان احنا اصحاب حضارة 7000 سنة، لا يمكن ان يكون هناك انهيار كما يظنون ويعتقدون ان الدولة ستسقط خلال ساعات، خلال ايام، ابدا. دولة مؤسساتها مبنية من قديم الازل، وحضارتنا بتاخد العالم بالكامل. فبدأ الإعلان، أنا أقول حاجتين قوي، كان أيام ما كان سيادته الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع أعلن عن مشروعين إحنا محتاجين ليهم، إحنا كنا مطلوب أن يتم تنفيذهم، زي مشروع المليون ونص فدان ومليون شقة، لأن إحنا كنا في أزمة كبيرة قوي للزراعة، أزمة كبيرة جدا للإسكان. أعلنهم في الفترة الانتقالية ولم يرى أن يعلنهم موفق ضمن البرنامج الرئاسي بتاعه، دي عظمة، ده نوع من أنواع الحب للبلد قبل الحب للسلطة، لأنه كان متخيل أن الفترة هتخلص ويجي بانتخاب طبيعي لمن سيفوز برضا وثقة الشعب ليكون رئيس للجمهورية، ولكن فوجئ بأن الشعب بيطلبه. طب طلبه ليه؟ كان عندنا اقتصاد عالي جدا وصل للتضخم 14%، كان عندنا احتياطي استراتيجي، احتياطي مادي 36 مليار دولار قبل التعويم، يعني كان من زمان قوي، بقوا 14 ل 12 مليار دولار احتياطي النقد بتاعنا، تصنيفنا الاقتصادي هبط، حجم الكهرباء فقد 4000 ميجا وات، فأصبح الاستياء للمواطنين ان وضعنا العام العالمي ما فيش قبول، ما فيش رضا. أين مصر صاحبة الكلمة؟ أين مصر عندما كانت تقول العالم بالكامل من شرقه إلى من أقصى إلى أدنى يقول إحنا ماشيين ورا مصر؟ وهقول مثل كلمة دي بس عشان الناس تبقى عارفينها، في فترة اللي فاتت في سنة 2017 تقريبا أو 16 لما تعاقدنا على الطيارات الرافال، طيارات الرافال الروسية الفرنسوية كان مكانش حد يعني ما فيش شراء ليها كتير، بدأنا لقينا برازيل بتاخدها، السعودية أخذتها، بعض الدول اللي مش عايز أقول اسمها أخذت وطلبت الطائرة الرافال. ليه؟ مصر تدرس، مصر بتضع الحكمة في مطالبها، وتضع الأمان لجميع الدول، لجميع الدول، فبيجروا وراها، هو دي هي مصر. فلقوها مش موجودة، فحصل هبوط في الثقة العالمية والمجتمعات الدولية جعلتنا أن احنا في مؤخرة بعض الدول. نمرة 2، وده المهم قوي، هو بث الفتنة ما بين المواطنين، فتفكيك الدولة من الداخل ما بين قطبيها، العظام المسلم والمسيحي الموجودين داخل مصر من قديم الأزل، كل واحد موجود في مكانه، له عباداته وله دينه، ولا يجور أحد على الآخر. كل الكلام ده
شعر بيه المواطنين انهم في خطر، هيحصل فيه شيء معين هيودي الدولة الى شيء لا يعلمه الا الله. فكانت المطالبة بعد مرور الأزمة الكبيرة وعودة الوطن لبنيه في عهد الفترة الانتقالية الرئيس عدلي منصور، بدأ الانتخابات على الأبواب، مجلس اللي هو الاختيار الرئيس، فأكبروا وكان هناك أمر كمل جميلك. ويمكن بعض الجهات كانت عاملة حملات شعبية في كمل جميلك وحركات كبيرة جدا، انزل. فطلب من المجلس الأعلى أن يكون مرشحا للرئاسة في خلال الفترة اللي هي من 2014 إلى 2018، وفق لي. فتقدم بتلقائية، تمت الانتخابات وكانت هناك منافسة ما بين العناصر اللي موجود، انتخب رئيسا للجمهورية. ماذا كان، ودي حتة مهمة، أن الشعب شعر أن هذا الرجل بحجمه، هذا الرجل بفكره، هذا الرجل باستراتيجياته اللي من جراء عمله في القوات المسلحة أو العمل المخابراتي لديه أجندة قوية. أستاذن معليك، معانا دلوقتي على الهاتف الكاتبة العظيمة الصحفية الأستاذة سامية زين العابدين، وهتكلمنا بقى عن إنجازات الرئيس. إزاي معليك يا أستاذة سامية؟ ألو؟ الكاتبة الصحفية العظيمة أستاذة سامية زين العابدين، اهلا وسهلا. ازاي معليك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ انا الحمد لله بخير، كويسه. كله تمام يا فندم؟ نعم كله تمام، الدنيا تمام. الحمد لله نشكر ربنا. شايفه ايه انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ نعم. انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ست سنوات مضت من فتره حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الازمات والانجازات. فبنطلب من معليك يعني تحدثينا عن انجازات الرئيس والفتره اللي مرت في عهد الرئيس عبد في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. الانجازات اسمحي لي يا استاذه ساميه، استاذه ساميه، سياده اللواء عاوز يسلم على معليك، سياده اللواء احمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربيه سابقا بيسلم على معليك. طبعا طبعا سياده اللواء احمد، ازيك؟ اهلا بحضرتك، ودايما يا رب انت مقاتلة قوية جدا ومقاتلة هقول شرسة في الصدمات والعقبات اللي قابلت حضرتك، ورحم الله شهدنا الفريق عادل يكون في جنة الخلد، ودايما يا رب انت واقفة جنبينا، واقفة جنبينا بمعنوياتك وكلامك الجميل اللي كنا بنسمعه دايما، وثباتك ومثال يحتذى به، زي ما احنا اخذنا في رمضان اللي فات مسلسل الاختيار عن الشهيد المنسي. انت بطلة من الأبطال يا أستاذة سامية، وانت عارفة مقدرتك ومعدتك عندنا كلنا، جزاك الله خيرا عن أهل مصر بالكامل. ربنا يخليك يا فندم. وأنا بنت القوات المسلحة، أنا طبعا دخلت القوات المسلحة وأنا لسه متخرجة من الجامعة، يعني ما كنتش لسه فكيت الضفاير زي ما بيقولوا. فأنا بعتبر أن أنا فرد مقاتل في جيش بلادي من قبل ما يرتبط اسمي بالشهيد اللواء عادل رجاء. ده بخلاف أن أنا سيادة اللواء، أنا عندي في أسرتي 5 شهداء، عندي جوز خالتي نقيب مدفعية استشهد في حرب 56 في غزة، وعندي ابن عمتي محمد رحمة الله عليه جندي مجند كان في حرب الاستنزاف في الجيش الثالث الميداني، وكان في عملية عدوا القناة غرب القناة شرق القناة، وعندي ابن خالتي حلمي رحمة الله عليه أيضا كان في الجيش الثاني الميداني واستشهد في قصف جوي للعدو، وعندي 2 ولاد بنت خالة ماما استشهدوا يوم 7 أكتوبر في سيناء، ثم زوجي استشهد قدام عينيا في العبور وهو رايح الشغل يوم 22/10/2016. ربنا يرحمهم جميعا ويرحم جميع شهداء الوطن يا رب. وهم يعني احنا بسببهم موجودين في هذا المكان في امن واطمئنان. شايف ايه يا فندم في انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الست سنوات ما بين الازمات والانجازات؟ والله انا شايفه الرئيس عبد الفتاح السيسي أو المشير عبد الفتاح السيسي أو فارس العسكرية المصرية عبد الفتاح السيسي ابن أعظم مؤسسة عسكرية
وهو جيشنا الوطني. شايفاه من زمان، من يوم ما حضرت حفل تخرجه من أكاديمية ناصر العليا في 2004 وهو طالع الأول على دفعته من سلاح المشاة، وكان طالع الأول على دفعة كلية الحرب العليا. الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الإنسان، إنسان كان مع عساكره وظباطه، وإنسان مع القادة بتوعه، إنسان لما وصل إلى أعلى رتبة عسكرية وهي رتبة المشير، وإزاي كان بيفكر في الجندي المقاتل والضابط، وإزاي بيفكر في تسليح القوات المسلحة، وإزاي يرفع كفاءة القوات المسلحة، وإزاي يضم أسلحة جديدة وهو رئيس الدولة على رأس الدولة. لأنه هو كضابط وكضابط مخابرات كان يعلم جيدا تلك المخططات التي تستهدف تراب الوطن المقدس. عشان كده كان قالها الناس ترجع لخطبه لما كان بيقول هنمشي في خطين متوازيين، خط اللي احنا ماشيين فيه عشان نثبت الدولة، وخط للبنية الأساسية وبناء الوطن. لو جينا نتكلم احنا عملنا معجزة، احنا عندنا الأهرامات هي احدى عجائب الدنيا السبع، لا احنا بقى عندنا هرم ثامن موجود وهو قناة السويس، الإعجاز، الإعجاز اللي عمله المواطن المصري والمهندس المصري والضابط المهندس المصري والضابط البحري، ده الإعجاز اللي احنا عملناه، وكانت دي بداية الإعجازات. لما نرجع ونشوف الكباري اللي اتعملت ربط سينا بالأم أرض الوطن، إزاي عمل أنفاق لنقل المياه إلى سينا، إزاي فكر يعمل قناة أسيوط ويعمل المفيض، إزاي بيفكر في كل صغيرة قبل الكبيرة، إزاي بنى مساكن آدمية لآلاف المواطنين اللي كانوا مش عايشين وكانوا في عشش، النهاردة قاعدين في بيوت فيها كل وسائل الراحة، جابها لهم هدية الشقة دي الأساس بتاعها، وعمل لأولادهم ملاعب، وعمل لهم نقلة تانية تاريخية، نقلت أولادهم عشان يعيشوا مع أولاد الوطن تحت سقف هذا الوطن كلهم. إزاي فكر يزود الرقعة الزراعية؟ شكرا. إزاي فكر يبني مصانع؟ إزاي عمل منظومة التموين؟ إزاي عمل المنظومة بتاعت الكهرباء، منظومة الغاز؟ لو قعدنا نتكلم عن الإنجازات مش هتكفينا صفحات ولا هتكفينا ساعات. الكاتبة العظيمة الصحفية سامية زين العابدين، لو طلبت من حضرتك رسالة توجهها للشعب المصري قبل ما نختم مع حضرتك، تقول إيه للشعب المصري في ظل الأزمات والإنجازات التي حدثت على هذا الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أقول لأبناء وطني وبني وطني الحبيب، أرجوكم الدولة ما بتخفيش عنكم حاجة، يا ريت تخلوا بالكم من السوشيال ميديا. انت ما انتش عارف اللي قاعد بيكلمك وحاطط لك بروفيل مصري او بروفيل عربي، ده انهي جهاز استخبارات، امريكي ولا بريطاني ولا اسرائيلي ولا تركي ولا ولا. لازم تثقوا في دولتكم وتعرفوا ان الدولة المصرية ما بتتكلمش غير بلسان واحد وبوجه واحد. ثقوا في قيادتكم، ما تدوش فرصة لأعداء الوطن ان هم يدمروا بلدنا، ما تدوش فرصة لأعداء الوطن يضيعوا دم شهدائنا. بلدنا غالي علينا كلنا، سواء كنا أسر شهداء أو أبناء الجيش والشرطة المصرية البواسل. مفيش فرق بين الجيش الأبيض اللي كل التحية والتقدير ليه، ده معدن الشعب المصري يا زميلي العزيز، ما هم دول مش ضباط، لكن بيتعاملوا كأنهم ضباط وجنود في الجيش بحق وحقيق، ما بيروحوش بيوتهم، ما بيروحوش بيوتهم علشان ينقذوا حياة المواطن المصري. ما تسمعوش لأي إشاعة مغرضة. ما أسهل تركيب الفيديوهات
وما أسهل إن تتقدم على إنه حقيقة. من فضلكم من فضلكم حطوا مصر جوه عينيكم، لأن ما عندناش والله أغلى من تراب الوطن. الكاتبة العظيمة الصحفية سامية زين العابدين، أحلى كلمة نختم بيها يعني حطوا مصر جوه عينيكم. رحم الله شهداء الوطن، ورحم الله شهداء أسرة الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين. بنشكر حضرتك وبنتمنى إن شاء الله في حلقات القادمة تكون حضرتك موجودة معانا. شكرا للكاتبة العظيمة الصحفية سامية زين العابدين، وإن شاء الله دلوقتي هنطلع فاصل ثم نعود مرة ثانية مع سيادة اللواء أحمد ونيس، فانتظرونا. السادة المشاهدين أهلا بكم مرة ثانية، ونعود طبعا إلى سيادة اللواء أحمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربية سابقا والباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ونرجع طبعا إلى السؤال الذي طرح قبل مداخلة الصحفية الكاتبة الصحفية العظيمة سامية زين العابدين. السؤال مرة ثانية يا فندم، 6 سنوات مضت من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بين الأزمات والإنجازات شايف إيه معنيك؟ أستكمل بعد بإذن حضرتك. لما الشعب طالب السيد الرئيس الفتاح السيسي بالنزول إلى انتخابات، فكان قدامه حاجتين: شعب كافح، شعب عانى، شعب ضحى، شعب سقط منه شهداء، لابد من السير على اتجاهين. الاتجاه الأولاني هو نمرة واحد تثبيت أركان الدولة حتى تكون الدولة تعود مرة أخرى إلى الدولة المصرية العظيمة، وجانب آخر هو البناء والتنمية والتسليح في نفس الوقت. طب أنا عايز أعمل إيه؟ في بعض الحاجات اللي هي أول حاجة عايز الثقة للشعب المصري في نفسه، أقول له هنبني يبقى بنبني، وبدأناها بالمليون فدان والمليون ونص فدان والمليون شقة، وبدأ يشعر بثمار ده مع الأحداث اللي حصلت، الجثام لبعض الأماكن اللي هي كانت رخوة وعشوائيات خطرة وانتقلوا إلى الأسمرات وانتقلوا إلى الجهات، فحسوا إن فعلا في فكر جديد جاي. الطابع الديمقراطي الموجود داخل مصر بحيث إصرار من كل التخويف ومن كل الإرهاب النفسي والمعنوي اللي صدر للمواطنين، إن أنا مش عارف أعمل انتخابات مجلس شورى مجلس نواب، مش عارف اعمل انتخابات مجلس شيوخ، لا كان في اصرار لاعاده الديمقراطيه والمؤسسات، ويسبقها دوله القانون. دوله القانون مهمه قوي حتى نعطي كل ذي حق حقه، علشان ما يبقاش في دوله السلطه الرابعه او السلطه القضائيه، لابد ان تاخذ حقها، ولابد ان تكون هي الحكم الفاصل بين السلطات، الحكم الفاصل بين المواطنين، الحكم الفاصل الحق، حتى يشعر المواطن أنه عايش على أرض يعني صلبة، أرض قوية، مش متخوف، مش من أي حاجة غلط ممكن يتحاسب عليها دون القانون. النقطة المهمة أو الإرادة السياسية، الإعلام ودوره، إعلام توعوي، إعلام تثقيفي، ليس إعلام هدم وإنما إعلام بناء، لأن الإعلام المبادئ دي كلها أشعارت الشعب. سيادة اللواء، الإعلام نقطة خطيرة جدا وهنحتاج نسلط عليها الضوء بقوة، ولكن احنا هنرجع دلوقتي للتقرير مع الزميل أشرف غنيم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس القائد ولكن القائد الإنسان. نتفضل التقرير. صدر مضلة ضلة على العالم كلته يا رب. أنا هحاجينك على حساب أنا، مش على حساب مصر. أنا اللي قريبة لما تشوفت مرض. بارك لك ويعليك ويحميك من كل وحش ومن كل راض يا رب، وما يعليش عليك حد حقيقة يا النبي يا رب. وكلنا والله بنحبه وبنقدره، واللي ما يقدروش ملوش عازة في الدولة حالة. بأمانة رب العالمين من ساعة ما مسك الحمد لله
الأمان وال والدنيا بقى اتغيرت الجو اتغير. أنا جوزي توفى عمل لي 1150 والحمد لله ماشية ومشكورة، عمر الدولة والحمد لله. احنا في مصر ما بنميزش بالدين، ما بنقولش ده مسلم وده مسيحي، ده تمييز بين رجل وامرأة ولا تمييز بين دين ودين. الكل سواء. الله يكفي شر المرض ويسترها عليه، وربنا يديم المعروف ويقدره على اللي هو فيه. شوفنا خير على ده حي والله، بدليل ان احنا احسن من دول تانية، الدول كلها يعني اقول ايه يعني، حتى كل حاجه عملها كويسه في البلد، ربنا يبارك لنا فيه. درس ماده احترام الاخر في المدارس والجامعات من اول شهر يا مهند، احنا هنعملها فورا فورا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وبتشرف بحضرتك يا سياده اللواء، نورنا ومشرفنا. نرجع يعني، انت حضرتك ده شفت دلوقتي التقرير، الرئيس عبد الفتاح السيسي الانسان، لم نرى رئيس جمهوريه ينزل للمواطن يسلم على المواطن، يشعر بالمواطن، اهتم بذوي الاعاقه، اهتم بالمسيحي، اهتم بالشباب، اهتم بكل طوائف الشعب، بكل يعني أفراد الشعب اهتم بيهم، رئيس بمعنى الكلمة. لأول مرة نرى رئيس دمعته بتنزل على عليه لما بيشوف ذوي إعاقة. ماذا ترى الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان سيادة اللواء؟ سيادتك في تقريرك الجميل اللي تعد من الأستاذ أشرف عبرته عن، احنا بنشكر الأستاذ أشرف غليل طبعا على التقرير، لا تقرير قوي جدا دولة. وتقرير معبر ومؤثر، وحضيف بعض النوتس الصغيرة أو الملاحظات الصغيرة. لو بصينا للرئيس الإنسان، أعلن في سنة 2016 أن عام 2016 هو عام الشباب حتى ينطلق. بدأنا بالشباب، هو بدأ بالشباب، كان محيط بهم جدا، وحمل لهم في نفس الوقت البرنامج التأهيلي حتى يصلوا إلى 2020 ينافسوا الانتخابات القادمة والاستحقاقات الدستورية القادمة سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. في عام 2017 الست العظيمة اللي أنجبت أبناء مصر، الأبطال الشجعان الشهداء، عمل لها عام اسمه عام المرأة في عام 2017، وتم التصديق في بداية عام 2019 على التعديلات الدستورية بمنح المرأة في مجلس النواب 25% من مقاعد المرأة لتمكنها وحتى تمارس الحياة السياسية داخل التشريعية داخل هذا المجلس العظيم. نتمنى أنه يكون بإذن الله في المرحلة القادمة أكثر انتقاء، وأن الشعب يكون واعي وعدينا من مراحل الأزمات اللي فاتت. ده 25%، 25% دي حاجة كبيرة جدا، لأنها تستحق، لأنها وتحملت أثبتت جدارتها. صوتها كان باين صحيح في 30 يونيو، صحيح صوتها كان باين، وكانت في أوائل الصفوف، أوائل الصفوف وأوائل الصفوف الموجودة. الصوت الجميل المعبر الوطني، مش الجميل للغنى، لا المعبر للوطني. مزبوط. فاستحقوا ده، بس يثبتوا ويشد حيلهم عشان هينافسوا بعد كده لوحديهم، وهيكون مفيش بقى الكوتة وكلام من ده، إنما احنا حطيناهم على الخط. ف 2018 كان هناك سرطان، سرطان قوي يبوظ أي دولة، يفشل أي خطط، يجعل من هذه البلد نوع من أنواع التدمير ونوع من أنواع التفكك، وهو الإرهاب. فأعلن العملية الشاملة سيناء 2018،
اللي طهرت سينا معظم أماكن سينا، مش بنسبة 100% ولكن إن شاء الله قادمين لتطهيرها في العملية الشاملة اللي ضحى فيها أبطالنا والشجعان مع الشرطة مع تحمل أبناء سينا العظماء اللي دايما الواحد بيشهد ليهم بالعظمة. أبناء سينا دول من الأبطال اللي وقفوا مع مصر، لأنهم دول مصر بس سيناويين، مصر من أسوان، مصر منوفي، ما فيش حاجة اسمها وحدة مستقلة، احنا كلنا المليون كيلو متر مربع هم بيمثلوا اسم مصر. وأعقبها الفكرة العامة لاستكمال التكافل الاجتماعي وبناء الإنسان المصري من خلال عدة مبادرات، والمبادرات تم تنفيذها، مشروع التكافل وتكامل، فيروس سي، ما كورونا وكيفية الحل، واللي كان الناس متخيلة ان احنا هننهار. سيادة اللواء الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بصحة المواطن المصري بحملة 100 مليون صحة. في بعض عندنا الطلبات السريعة أناقش معليك فيها في مستشفى البراجيل. هذه المستشفى كانت مجهزة فيها جميع التخصصات، مرة واحدة فوجئنا أن هذه المستشفى ما فيش أي تخصصات فيها بدون أي أسباب. مع العلم المستشفى يعني أنضف بكتير جدا مستشفى كتير، ومستشفى حكومية وحدة طبية في آي بي زي اللي بقوله. فإيه الرسالة؟ احنا النهاردة في يعني مذكرة مقدمة من اتحاد شباب الجمهورية لوزيرة الصحة، وقبل المذكرة أنا بشكرها على جهدها العظيم. طبعا الجيش الأبيض، الجيش الأبيض، ولكن تحملت انتقادات ولكن سارت في الطريق. بنطلب منها نظرة شوية لهذه المستشفى. كذلك أفندم في منشأة القناطر بنكلة، في نفس القصة برضو ونفس الأسلوب، مستشفى برضو قرية نكلة، قرية نكلة، أيوة. نفس برضو وحدة طبية مستشفى برضو أجهزة، برضو التخصصات مش موجودة. فبنجد أن مشكلة الصحة دي شوية برضو في المنصورية، مستشفى كاملة موجودة، طب ما ننزل ونشوف الحاجات دي. في برضو أفندم أخيرا في السيد وزير الشباب والرياضة المحترم أشرف بيه صبحي، ملعب موجود في منطقة اسمها عزبة ربيع في حوالي 10,000 نسمة، عندهم الملعب موجود، تخصص موجود في يعني موجود ملعب، عاوزين ملعب. تم عاوزين ملعب في ظل الإنجازات العظيمة اللي بتقوم بها الدولة، في أي منظور نظرة للعزبة دي بسيطة أعمل لهم ملعب؟ عندنا أخيرا عشان ما طولش على معاليك، يعني حاجات كتير جدا 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 إحنا محتاجين في قرية أم دينار. لحد دلوقتي الصرف الصحي، فأنا بطالب المسؤولين إذا كان رئيس الدولة يعمل على قدم وساق ولا ينام، ورئيس إنسان ويشعر بالآخرين وينظر دائما وأبدا لإسعاد الشعب المصري. فبنطلب كلنا من المنظومة دي، أنا عارف أن الدولة متحملة فوق طاقتها، وبنقدم لهم من هذا المنبر الإعلامي كل الشكر والتقدير. أسيب معليك بقى تختم رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقول رسالة للشعب المصري، ما هي التوعية اللي حضرتك بتقدمها أو الرسالة تقدمها للشعب المصري؟ شعب مصر العظيم، أنتم عظماء وستظل عظماء، بالكلمة اللي دايما بيقولها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن نكون يد واحدة متماثكين. يتمنوا أن يحصل نوع من أنواع الانشقاق البسيط، الثغرة ينفذوا منها حيبوظوا النسيج العام، إنما أنتم باتحادكم اللي دايما بيراهن عليه السيد الرئيس البطل الشجاع عبد الفتاح السيسي، لن تسقط مصر. ده رقم واحد. الشباب، ليس كل ما يعرف لدى الهيئات الحكومية يجب أن يقال. احنا لينا كلمة قالها السيد الرئيس، الشعب محتاج أن يحنوا عليه أحد، شعب محتاج أن يكون الحنية وصلا له. طب ما هي الحنية؟ في خطابه الأخير قال أن الحنية يجد هذه المشروعات العملاقة اللي تخطت في خلال 6 سنوات 4.4 تريليون. الميزانية القادمة لوحدها 2021 2 تريليون. الحاجة الأخيرة في المطالب اللي ساتك قلت عليها، أتمنى من الله أنها تنفذ، ولكن بس نحط المواطن اللي بيسمع سيادتك والمشاهد في أن مصر 27 محافظة، 186 مركز، 225 مدينة، 85 حي، 1264 مركز. في ظل أنت تحارب على 4 جهات، الغرب، الجنوب، الشمال الشرقي، والأبعد أمنك القومي من المياه،
فننتظر وإن شاء الله إن شاء الله لن تبخل دولتنا على مواطن يحتاج، مواطن يعني قرية، مواطن يعني مدينة. وده المبدأ الحقيقة. أنا شفت حاجة كده كانت نزلت امبارح اللي هي إزالة التعدي، تعدي على أراضي الدولة من أحد الشخصيات الكبيرة اللي هي ممكن صعب كان في وقت ما، بس أنا مش عايز أقول اسمها، إن ما يحصلش ده. اتزالت امبارح بالأمس، وهي دي دولة القانون. وفي في كلام لساتك قلته إيه؟ الرئيس الإنسان ختمها كلنا سواء، كلنا سواسية، وبيعامل الصغير زي الكبير بالضبط، لا فرق بين قليل الحيلة وكبير الحيلة، بين مستثمر ومواطن عادي، كل واحد في اتجاهه. بس نصبر، ولما صبرنا حققنا. كورونا قضت على بعض الدول، مش قضت كصحيا، قضت عليهم اقتصاديا، ولكن مصر الحمد لله رب العالمين. نفاجأ أن السيد الرئيس أول ما ظهر موضوع كورونا 100 مليار جنيه، وزاد بعد كده، ده غير النفقات الأخرى الغير منظورة، دخلنا على 150 مليار جنيه في خلال سنة أو عدة شهور بصرفت دون مقابل، بس لصالح مين؟ المواطن، اللي هو المواطن يستحمل شوية وإن شاء الله هيرجعهم تاني ويرجعهم أكتر. ونحن مستمرين، تعالوا اتفرجوا، بصوا يا شباب مصر، اطلعوا لفوا فسحة، اعتبروها فسحة، شوفوا الطرق، شوفوا الأهرامات اللي اتعملت جديدة في الأربع أنفاق. ومصر الجديدة سيادة الرئيس لما قال مصر الجديدة يقصد بها حاجتين، كل ما يبنى حديثا سيكون بالأسلوب التكنولوجي اللي يريحك على مستوى عالي، والقديم سنحافظ عليه، وفترة زمنية وجيدة قياسية. مفيش ما قال احفروا قناة السويس اللي عملت طفرة كبيرة جدا، قالوا له 3 سنين ده أقل حاجة، يعني احنا ضغطنا قوي، قال لهم سنة واحدة وتم التنفيذ. وأشاعوا ساعتها احنا كنا بنبني كوبري في 5 سنين يا فندم، يعني دلوقتي والحمد لله احنا ربنا بص أعداد مهولة من ربنا سبحانه وتعالى بيديها مصر بالذات في كل وقت القائد المناسب في المكان المناسب. راضينا أم لم نرضى؟ بيطلع منين ما نعرفش. مصر بلد فعلا، بلد غنية بعناصرها، أحمد زويل ونجيب محفوظ والدكتور رزق مبروك، ربنا يديله الصحة والعافية. أنا بتمنى لشعبنا ومواطنينا إن هم يشعروا بالفخر والانتماء والعدة، وإن احنا عندنا 5 مليون لاجئ لم يشعر أحد بوجودهم، بل اندمجوا في النسيج المصري، بل اندمجوا جوه مجتمع المصري، وهي نفس المصري دلوقتي. ودي تحفيز ليك يا شاب، شوف ده جاي من بلده وبينافسك على أرضك في أعماله التجارية أو خيره. حافظ الله مصر، ودايما يا رب إن شاء الله نسمع كل خير وكل جديد. ودايما الكلمة اللي الواحد بيختم بيها بالنسبة لي بقول إيه؟ تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أخي قبل ما نختم مع حضرتك، هل في أمنية معينة تتمناها لجمهورية مصر العربية لم تتحقق في هذه الأيام؟ أتمنى طبعا، الأمنيات كثيرة، ولكن الدنيا ما تتاخدش غلابا، الدنيا بتيجي واحدة واحدة. مين كان يتصور في 11 و12 و13 أن مصر الجميلة ذات الرائحة الطيبة العطرة هتعود مرة أخرى؟ عادت بإصرار شبابها. إن شاء الله مصر بإذن الله هترجع نظيفة، ودي مهمة قوي، وإن شاء الله هترجع نظيفة. إن الفساد كان عام اسمه عام الفساد، الرئيس المحليات دلوقتي الرئيس بحاربه بكل قوة. هي هنقول فترة من الفترات وعدت، ولابد ما نقعدش نبكي بقى كتير، لو قعدنا نبكي هنقعد. صحيح. وأتمنى بقى أمنية كبيرة قوي للموجودين على الفيسبوك، ارحمونا من حسبنا الله ونعم الوكيل. في مين؟ ده انتم مواطنين مصريين مع بعض. صحيح. ما كل واحد بيكتب حسب. طب نقول حلول، طب نقول مقترحات، طب نقول حاجة نستفيد بيها نستثمرها. صحيح. كفانا الإلقاء الاتهامات بدون أدلة، والكفاح قادم، وخاصة احنا داخلين على انتخابات، استحقاقات دستورية، مجلس الشيوخ ومجلس النواب. القوي صاحب العزوة اللي صوته موجود على الأرض، اللي نزل وشاف مطالب الشارع، لا تبخلوا عليه بصوتكم. تمام، نشكر معاليك يا سيادة اللواء. وقبل ما نختم، أنا بوجه رسالة
للشعب المصري. الشعب المصري العظيم الذي وقف خلف القيادة السياسية في أصعب الأوقات وفي أحرج الأوقات، المرأة قبل الرجل، الشاب قبل الرجل، الكل كان على قلب رجل واحد حتى تقوم هذه الدولة. وأرسل الله سبحانه وتعالى لنا قائد مخلص حكيم يعي معنى الكلمة، يعي معنى المسؤولية، يعرف قدر مصر جيدا، حب مصر في قلبه عظيم. رسالة الحب اللي في قلب الرئيس السيسي وصلت لكل مواطن، من أجل ذلك المواطن يتحمل، المواطن يتحمل بسبب إخلاص الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن نبني مصر الحديثة. انظروا إلى مصر، موضوع القيادة أو الحكم على القيادة ليس بالطعام ولا بالشراب، صحيح مهم، ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربطوا الحجارة على بطونهم. لو كان الأمر بالطعام والشراب فلماذا ربط الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على بطونهم الحجارة؟ ليس المقياس الحقيقي هو الطعام والشراب، ولكن المقياس الحقيقي هي بناء الدولة وحب الدولة والخوف على الوطن، وإن المواطن يخاف على أخوه المواطن، وكلنا نكون على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية. شعب مصر العظيم، الرئيس عبد الفتاح السيسي يراهن بكم وكل مرة يكسب الرهان. شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرا للشعب المصري، وألف شكر ومليون شكر للقوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية، الشرطة، البواسل. وإن شاء الله في حلقات قادمة نلتقي معكم مع برنامج إرادة جيل مع رزق مبروك، حب البلد يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.